أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة حلقات البلبل يأتيكم من خلال The Living Tongue. معكم أشرف وأنا معكم إيناس. موضوع حلقتنا اليوم عن التمييز العنصري. أول إشي إيناس حاب أقوله إنه كل الأردنيين متساوين أمام القانون بالحقوق والواجبات، يعني هاي حقيقة ثابتة في الأردن وبكفلها الدستور، بس إحنا بنعرف إنه في رواسب بالمجتمعات، في طريقة تفكير لبعض الأشخاص أو الناس لساتها براجعة يعني من الزمن لورا، فللأسف لساتهم بتصرفوا في بعض التمييزات سواء العنصرية أو الطبقية أو حتى بين الجنسين بين ذكر أو أنثى. للأسف شو رأيك ناس؟ مظبوط أشرف، أنا بعتبر التمييز العنصري هو موجود من أول من خلقت البشرية، وبعتبر أنه هو يمكن السبب الحروب وكل شغلاء الأشياء اللي بتصير عنا بالعالم سببها التمييز العنصري، لأنه بيعمل أحقاد، بيعمل سلبيات يعني واحتقانات. يعني عادة بيكون التمييز العنصري ضد اللون، ضد العرق، ضد اللغة أو الجنسية، أو أحيانا ضد الطبقات الغني أو الفقير. في كتير يعني شغلات يمكن هلأ غايبة عن بالي، بس هاي أهمها. نعم، يعني لو نبدأ من أصغر إشي في المجتمع، الأسرة نفسها. أنا بلاحظ أحيانا بيكون في تفريق بين الولد والبنت، تمييز. ففي بعض المجتمعات الأب بيميز التعامل مع الولد أكتر من البنت، بيعتبر أن الولد رح يكون سند إله وهو اللي رح يساعده بمصروف البيت أو رح يساعده بالشغل، أما البنت بقول لك بكرة بتتجوز والله يسهل عليها. فأعتقد أنا يعني لاحظنا بعض أمثلة أنه شفنا كيف الأب أو الأم بيميز بالتعامل بين الولد والبنت. مظبوط أشرف، أنا بعرف كمان أنه ممكن يدرسوا الولد والبنت ما يهتموا بتعليمها، يعني بيعتبروا أنه إذا هي اشتغلت بعد ما تجوزت أنه راتبها رح يكون لبيت جوزها، فالأهل ما رح يستفيدوا منه، عكس الولد أنه بيعتبروا أنه لو درسوه وصرفوا عليه بالجامعة أنه الراتب رح يكون يستفيدوا الأهل منه. يعني كاستثمار بقول لك، هاي بتوفي مع الولد، بوفي معنا، أما البنت بتوفيش معنا نصرف عليها. بالضبط. للأسف طبعا هاي أحد أمثلة العنصرية اللي هي بتكون جوا البيت، وأحيانا أشرف العنصرية بتكون بالمدرسة. نعم، يعني بتكون أحيانا بيكون الطالبات إشي يعني ناس فقيرة ناس أغنياء، فبتلاقيهم عاملين جروبات وجماعات إنه إحنا مستوانا بيختلف عن مستواكم، إنه هدول أرقى أغنى، هدولك فقراء، فبميزوا بيناتهم. مظبوط. وكمان ممكن نوجه الصورة كمان للعمل، أحيانا بيكون في تمييز بالموظفين نفسهم، يعني الموظف اللي في الإدارة هذا بيهتموا فيه وبيعطوا وضع، أما يحرام الموظف اللي مثلا عامل نظافة أو الحمالين، هدول يتم معاملتهم بطريقة بتنشئ الإزرائية، بس يتم معاملتهم بطريقة أقل اهتمام لأنه أقل شأن، وهذا كمان أحد أشكال التمييز. بتعرف أشرف، أنا مرة يعني واجهت شخص عنصري كتير، يعني خلص يعني بحاطط بباله إنه متعنصر لجماعة معينة أو إنه أشخاص معينين، فحبيت يعني أفهم منه يعني شو وجهة نظره، يعني نتيجة ليش سبب إنه أنت هيك ماخذ هاي الصورة، فبيقول لي كلهم نفس التفكير، كلهم نفس الحكي، كلهم يعني بتحسه بيكون هو نتيجة موقف معين صار معاه، أو حدا حكاله، أو حدا من أهله، أو حدا من أصدقائه صار معاه موقف مع هاي العائلة، فخلص أخذ موقف إنه هدول كلهم نفس الإشي. طب أحيانا ممكن يكون هذا الشخص مثلا تصرف تصرف خاطئ، هذا تصرف شخصي بس يعني هو المسؤول عنه، ما دخل العيلة كلها تكون كل العيلة زيه، يعني بقول لك هذا الشخص بخيل كل العيلة بخيلة، طب مو شرط. مظبوط، أنا لاحظت يعني حتى في بعض الأمثلة، مناش نذكر يعني الجنسيات، بس بذكر أنه الناس من المنطقة هاي بخلة، الناس بالمنطقة هاي تقول ريحتهم مش لطيفة، طب حرام نعمل يحكي هيك، لأنه فعلا ممكن يكون شخص أو تنين من المجموعة هاي بخلة والباقي كريمين، بس لأنه هو مر بالتجربة هاي فعمم على الكل، وللأسف في ناس بتعمم وبتمشي ورا الموضوع هذا بدون حتى ما تفكر. وكمان أشرف يعني ممكن أنت تكون رايح تقدم لوظيفة، كون كمان متقدم معك شخص تاني لهاي الوظيفة، بس يمكن يكون الشخص المدير أو صاحب الشركة يشوف الشخص اللي مثلا من نفس جنسيته
من نفس العيلة. أو من نفس العيلة، أها يمكن يتلاقيه شوي يعني يتعنصر معاه صح ويوظفه هو، مع إنه تكون أنت اللي عندك الكفاءة أو إنه اللي أنت اللي عندك المؤهل اللي بيناسب الوظيفة أكتر، بس لأنه هذاك الشخص من نفس عيلته أو من نفس جنسيته أو مش عارفة يعني لسبب إنه معين يتعنصر معاه، وممكن أنت ما تاخذ هاي الوظيفة مع إنك أنت أحق فيها. يعني إناس هيك إحنا بنحط إيدنا يعني على الوجع إنه العنصري أو التمييز العنصري بتسبب خلل في المجتمع، بتسبب وبتأدي بتكون شكل من أشكال الفساد. عشان هيك طبعا إحنا أول ما ذكرنا إنه جميع الأردنيين متساوين بالحقوق والواجبات. هي هاي ما لها علاقة بالقانون، يعني يمكن هي هاي طبيعة اجتماعية أكثر. اجتماعية أو نعم نعرات هيك أو طبيعة بالشخص يعني اللي نعم هو بيكون عنده هاي الصفة. وكمان أنا بشوف أشرف إنه اللي الشخص اللي بيكون عنده هذا التمييز العنصري يعني لا إراديا بنقولها لأولاده، نعم نعم بتكون كل العيلة هيك، يعني كل صح العيلة عندهم نفس النظرة للشيء ونفس الأفكار ونفس المبادئ. للأسف. بربى الولد في هالعيلة ونظرته على الناس بالفئة الثانية هاي بهذا الشكل، حتى لما يتواجه معهم أو يقابل شخص من العيلة هاي بتعامل معاه بالطريقة هاي مباشرة، إنه أنت من جماعة الفلانية، أنتوا هيك، أنتوا الجماعة هيك، بحكم عليه بدون ما حتى ما يجرب التعامل معه. كمان نحكي أشرف عندنا بالأردن جنسيات متعددة نتيجة الحروب والتوترات بالدول اللي حوالينا، فكانت الأردن الأكثر أماناً واللي كانت استضافت العدد الكبير من اللاجئين، فهذا اللي خلى إنه متواجد بالأردن جنسيات كتيرة. وللعلم إناس، الأردن أثبت إنه متماسك، وبالرغم إنه موجود فيه كتير أردنيين من شتى الأصول والمنابت، بس أثبت الأردن إنه عقيدة واحدة، أثبت إنه أفكار واحدة، كلها لمصلحة البلد. إحنا هون عم نحكي عن موضوع التمييز، فمن عادة بنشوف لما يكونوا أشخاص من جنسية واحدة بيميلوا لبعض نعم أكتر. أحيانا الناس زي ما أنت قلتي موضوع الوظيفة، يعني مثلا بتروحي تشتغلي بوظيفة معينة الجنسية تحكم، مثلا نحكيها بصراحة إنه بدك تروح تشتغل في مطعم في جنسيات مثلا موافدين هم اللي مسيطرين على الموضوع، غسيل السيارات هم اللي مسيطرين على الموضوع، فحتى يعني في بعض المزارع في مناطق في الأردن زي اللي متحكمين في الموضوع، يعني ما بوظفوا ابن البلد، بوظفوا ناس من جنسية معينة هاي لأنه خلص تحكموا، فحتى يعني ابن البلد بيعاني من التمييز العنصري من الوافدين في العمل في هاي الفئة. مظبوط، يمكن لأنه زي ما حكينا بحلقات قبل هيك إنه ابن البلد بيرفض العمل بهيك أعمال. وكمان أشرف بدنا نحكي لهم عن الموضوع الزواج، إنه كتير منا بحب لما بده يتزوج يتزوج مثلا من نفس الجنسية، نعم هذا كمان نعتبره من تحت مسمى التمييز، نوع تمييز التمييز صح العنصري. صح بس في ناس يعني ما خدته إنه هي مش تمييز عنصري، بتقول إنه إحنا بالعكس إحنا نفس الجنسية ونفس الأطباع ونفس الأفكار بنرتاح مع بعض أكتر. نعم هي كنوع من العادات والتقاليد. وكمان بدنا نحكي لهم عن أبناء الأردنيات، نعم هذا يعني موضوع مهم، الأردنية لما بتتجوز من شخص غير أردني، غير أردني أولادها ما بياخدوا الجنسية لا الأردنية. ما بحصل على الجنسية، بحصل على ميزات كثيرة بس ما بحصل على الجنسية. فعلا، وكتير عنا وقفات ومطالبات من السيدات الأردنيات إنه يعطوا أولادهم الجنسية. نعم بس طبعا للأسف لسه الحكومة ما قررت، طبعا هم بدرس الموضوع بس أعتقد أنهم لقوا حل وسط أنه يقدموا لهم مزايا زي تملك استثمار شراء سيارة، يعني بس بحدود معينة. أوكي إناس، أشكرك كثير على هالنقاش الشيق جدا جدا، شكرا لك أشرف، ونشكر المتابعين على الاستماع معنا، وتابعونا بحلقات تانية، وهاي الحلقة تأتيكم من خلال The Levantang. شكرا لكم ومع السلامة.